أبدأ معك ضيفنا من واشنطن سيد ديفيد، ما هي أهداف برنامج التجسس الأمريكي؟ أنا لا أعرف، ولكن هناك تقارير تتحدث عن ذلك. من الجدير بالذكر أن كل الدول، خاصة الدول التي لديها تواصل عالمي، لديها مسؤولية لمعرفة ليس فقط ما الذي يحدث، ولكن أيضا ما هي التبعات وما هو الأثر العكسي لذلك مع الحلفاء. بعض الأحيان الحلفاء يمكن أن يتخذوا قرارات يكون لها تداعيات لذلك، وعلى سبيل المثال عندما قامت البرتغال قررت بعدم إخبار أي شيء ما الذي سيحدث فيما يتعلق بالحرب الأهلية على مدار 30 عاما في أنغولا، في موزمبيق، في شرق تيمور الشرقية. أيضا الولايات المتحدة كانت نشطة بشأن ما الذي يحدث مع الحلفاء في الناتو. هذه النزاعات يمكن تسويتها. أيضا الحلفاء القريبون، أيضا هناك سياسات لهذا الأمر. في بعض التحالفات يكون ذلك محل شك بالنسبة للخدمات الاستخباراتية التي قد تنتهك أعراف التحالفات. أيضا المساعدة مثلا فيما يتعلق بالتجسس على المستشارة الألمانية، وأيضا على الرئيس الفرنسي من قبل، وأيضا على أحد الوكلاء العاملين لصالح الاستخبارات الروسية. أيضا هذا لا تداعيات في أوروبا. لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئ عندما ننظر ما الذي يحدث في الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم. هذا أمر جلي.